هاي انا وباسم اثنيناتنا بدنا نقص شعراتنا بس اثنيناتنا ما فينا لانه الكوافيرات كلهم مسكرين فقررنا انه نقص شعرات بعد. Are you okay? سينس ما بنعرف مين بده يبلش لان عم نتخانق وما عم نقرر مين بده يبلش يقص للتاني. جوي رح تكون عندها كوين واللي بينقي الايد اللي فيها كوين هو ببلش يقص للتاني. بدنا نلعب بيير بابي سيزو لنشوف مين بينقي كمان. بينقي اول شيء بالاول بيير بابي سيزو. يس بلش توصل ليه؟ ايه يلا اوكي خلينا نتفق على شيء قبل ما تبلش تقص انه بدي تقصهم بطريقه انه اذا صار شيء بدي ارجع انا ظبطهم. لحظه كثير خايفه. لا عادي عادي لحظه بس بدي اقرب الطول. انا هلا انت ما بتحكي انا بس بدي اقول شيء انه اذا في طريقه انه وي كان دونيت الهير اعملها بطريقه انه نقدر ايه يعني لازم يكون هيك. لا بس بدي انا بقول لك شو رح يصير. رح مشيت لك شعرك رح نربط هون على الطول اللي بدك اياه ومنقص فوقه. شو رح تشيله؟ بس هون ما فيك تعمليهم بس هون دونيشن. شو بس هون؟ ما انت بدك تقصي كاري قلتي لي مش لكاري لها مش لهون. اوكي واو شو هالكاريتي الشعر الحلوه ما بعرف هون؟ لا بعد شو بعد ما خلصوا؟ بعد ايه هون خلص هون؟ اوكي لازم بس خليني اشوف قبل لك هون ها بدك انا احط الرقم خلص ما دونت بريشر مي دونت بريشر مي يو ار بريشرينج اس حتى ما تقول فيي انا احط الرقم. ايه جوي بليز انت حطي الرقم رح انت تشدي هيك جوي انا رح احط الرقم يا حبيبي مش انا قصيت يعني زعلت بلا انت راح تقص بس تعال نعمل شوي شوي بيك بس ما تعلي شعري خلص ماني معلى شو بك اوكي عم تخوف او ماي جاد ما تهزي انت عم بيقص او ماي جاد ما بعد تتحرك I'm so scared ليش عم بيزيح؟ Oh no باسم لا تيمني No 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 واو بس قلوة بس نتعلم ليه طلع قلوة طلع قلوة بدنا نجلسه في حلقات قصيت الليل كثير قصيت الليل لحظة بس بدنا نجلسه What؟ من تاني هيدي اقصر لا لا مش مبينة بلا مبينة بس لا مش مبينة بعقد كثير قصيتوني باسم باسم ما فيك تقصي وعم تهز راسك بدك تعمل هيك وتقصه كله على زيت الطول جايز بليز طلعوا القصير ما تقصروا بعد لانه رجع كثير ايه لا الطوال المقرقتين نظبطهم انت ما تتحركي اوكي ما رح هز جاي عم بقصهم صح؟ ايه بس ماكس برجع بظبط لك شوي لحظة بس باسم عم بتقص حيلا كثير بدك تعملها على رواق عم تقص هيك حيلا يا عمي روقي خلص مش هيك بيعمل افيلاج باسم ما تعمل افيلاج هلا ليش شاطر بس هون بس روقي جايز بليز خبرونا بالكومنتس وات يو ثينك لانه فيك تستعين بصديق اللي هو جوي او ماي جاد ما بعرف ليش الصوت كثير عم بخوفني خلص ما بقى تقص يا عمي خلص شو بك كثير خايفة من شو؟ كثير منيح كثير صار حلوين بس بعد ما نجلسين ما عجبني شو ما عليه بنظبط فيني اعمل بالمكنة هيك خلص ما بقى تقصر لي منيح شو قصدك بليز ما بقى تقصر لي منيح منيح لا ما انا منيح لا لحظة بدي جاي بس تظبط لي طول هولي اوكي خلص منيح يا عمي خلص ما بقى تقولي خلص منيح الله يستر عليك ما تعملي ايش عملت تعال شوفهم حلمين عن جد طلعوا حلمين هي مهمة تبليش شوفوا منيح شو جايز هلا شاطرة جوي شو رأيكم؟ Oh my god I have short hair بس it's very good very good madam كيف بدنا نربط شعرنا هلا؟ نعيما شو صار؟ حلمين بس واو شو حلوة طلعتي ما كنت عارفة انه بدي قص شعري هالقد اليوم 200 دولار عم بيبيع Here we are دورك هلا اوكي جايز ناو از ريفنج تايم ليش ريفنج؟ اي كات 12 لانه كان بدي اعمل اطول شوي كثير حلوين ليك شو حلوين عن جد كثير حلوين من ورا كثير اقصر من قدام ما خلص ما هيدا ستايل جديد بدك توتش كيف بدوروا؟ عن الجنب اوه ماي جاد خلص يو خايفه بلش بدك تعرفي لوين توقفي اوه ماي جاد كثير شو بدي ما لك شيلي 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 ما اصلا رح بدك تقرعي خلاص بدك تقرعي؟ لا ايه اوكي وقتها بتستسلمي من القرع طيب ليك بتعرفي شو خلص قرعي؟ لا 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 ما بدي بدك قرع لك؟ هلا صار بدك تقرعي؟ يلا قرعي
انا بدي اقرق صراحه. خلص بدي اعمله بالمقص. ما حرقت دينا من ورا حرقت اللي بتعمل مقص بيك تفش مي قلم. سبت ما عم يقوي. اح طيب بدك تمشطي هلا. يب مشطي من محل سميك. ما هلا قرقتيهم من ورا. ما عملت شيء. من ورا ما قرقتيهم؟ بلا شوي. بلا شوي متين. انتي خايفة بس. ليش؟ طب فيني اقرق لك؟ طب قرعي خلص ما طلعتيهم مي ما كان لازم تقتليهم مي. لحظة. بس إذا قرقت لك بتصير بشع؟ ضلني أنا كيف ما كان حلو. بس هلا بدنا نرجع ننشفهم على السشوار. لا لا لحظة خليني أجرب. إذا ما زبطوا من قرقة. ما ببلشوا بالمقص. شو ببلش؟ مثل ما كتاب خلص مني. طب شو بعمل يعني؟ ما تقصي لي هيك قد. إذا بدك تقرعي جيبي السشوار. ما بتقرع لك أنا. أوكي بتبلشي على هيدا الليفل وبتقرعي، أوكي؟ لا توصلي لمحل، يو ديزجنيتد كله كله. بقرع كله؟ إيه إيه إيه. بقرع؟ أنت الليفل، بعدين بتعرفي إنه ورا هالليفل بدك تعلي الدجري أعلى ليصير ديجرادي، فهمت؟ أكيد هالقد قصير. إيه إيه، ماكسيموم منقرعهم إذا بشعين. إيه شيلي شيلي شيلي، إيه 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 علي علي قصي قصي. شو خيفاني ما عم قال لك ايه شيلي شيلي ما تخافي شيلي كل بكره بالابوكاليبس كيف بدنا نقص شعراتنا لذلك خايفه قرقتكم هون لا قرقتكم قصتني قرقتكم احسن شيء عملتهم هون ايه اوكي يلا برافو برافو وحشه حدا عم يضل يعطيني معنويات كمان ياخذ وقت لا انت ما عم تعمل سريع لا ما لانه عم تجنيني عم ضلك زيت المحل وما عم يطلع وما عم تفهمي طيب ليك انا بس بدي طلب منك صوري لي لاشوف اكيد بدك صور لك ار يو شور يلا بدي اشوف شايلة بليز شوفوا اوكي هلا منيح بدك تعملي كل بدك تعملي كل الميلات هيك وبنرجع بنشيل البلاستيك وبترجع بتعملي نفس المحلات طيب اوكي يلا برافو شاطر بعد ما خلصتي هون صار لك ساعة تروحي وبتجي علي هون تين تين شوف هون هون ها نفس الطول طب تمرن بكثير كانه مهمل نفس الطول نفس الطول يلا ايه شيلي شيلي وجعت لي رقبتي قوي طلعت لي اياها عن جد رح اقرا بكره خلص شيلي بس ما بقدرش اقرا بس كثير بشع كثير كثير حلو دان حلو انا ليش بحبها الا بس دي 6 مينوت اوكي ايه دي 6 مينوت بعدك على رقبتي جايز قررنا نقرع او ماي جاد اكيد على الاخر اخر رح تقرع ايه ايه يعني بتصير اصلا لا ما بصير هي ما بتصير اصلا بدك تعملها على الموس فتصير اصلا يا كثير بخاف كثير بشع لحظة بس خليني اتحضر نفسي انا يعني رح تصير بشع او ماي جاد يلا شدي ايدك عم بقرعها لا عم تعملي كلاستي هاي هاي اعملي حطي دقيها براسي ما عم دقيها براسي لا شو بتعرفي قصة شكلك؟ ما بعرفيها انت قلت لي اصلا ما فينا نلبس لك راسك قبل اعطيني شو شو هالشغل الخرا خليني جرب بس خليني كفيهم انا لا انا بدي كفيهم شكلك بقرب ما انت نزعتيهم اعطيني لك كيف اعطيني هلا بتعملي هيك بالعرض هون في كثير شو هول قطلت قطشت لي جلدي انت عملت اوكي جايز هلا بنرجع بس باسم يخلص قصه شعره مش معقول شوف شو عملت شعر ما تطلع على المرايه بتقرف انا عملتك بتقرف مش انا بتقرف شو عملت؟ شو عملت؟ او ماي جاد ما مش معقول وات Be right back. A few moments later. نصاروا يونيفورم كانوا قبل في كانت قبل الكرة الأرضية. مصاري دس شو حلوة. جايز بس بدي أقول شيء قبل ما تعلقوا إنه باسم بشع. نزعتني. باسم إله شهر بيقول لي بدي أقرع وأنا أقول له لا خليني أجرب أوصل لك وإذا ما زبطته بنقرع لك. يا ريت ما زبطته. ما زبطته وقرعنا لك بس شو تعلمنا؟ إنه هي آخر مرة بتقرع لأنه لا تعلمنا إنه أنت ما بتعرفي تقصي. أوكي أفر. أوكي أنا ما بعرف هاي مش شغلتي. بتحبني بعدك؟ لا. جايز لازم تشوفوا كيف الإحساس لأنه كثير بيضحك. هو كثير حلو أنا اللي رح ضلني. أوكي لازم تفوت تتحمم. Thank you guys so much for watching. I hope this was entertaining for you. Please like and subscribe if you're not already. And I'll see you soon. Bye.
This is not what I was expecting more from me. I was expecting more from you.